السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعي اخبار الفجر سبور. اليكم ملخص المقابله التي جمعت بين فريق شباب العرائش بضيفه فريق النادي الرياضي الازرق برسم الدوره 11 من بطوله القسم الوطني الثاني هو شطر الشمال الشرق. فريق النادي الرياضي الازرق قدم مقابله جميله رغم احتلاله الصف الاخير. هنا بناء هجومي لفريق النادي الرياضي الازرق، خرج بالكره من الخلف بطريقه جميله كاد على اثرها الفريق تسجيل الهدف الأول لولا تدخل دفاع فريق شباب العرائش. الفريق العرائش في هذه المحاولة سيسجل الهدف الأول عن طريق اللاعب رضا الديب، لكن حكم الشرط يرفع الرأي معلنا عن حالة التسلل. هنا محاولة أخرى بوسط اللاعب سفيان الذي يعرقل قرب مربع العمليات ليعلن الحكم عن ضربة خطأ لفائدة فريق شباب العرائش. ضربة الخطأ التي على إثرها سيعلن الحكم عن ضربة جزاء لفائدة فريق شباب العرائش بعد لمس الكرة لأحد مدافعي فريق النادي الرياضي الأزرق كما تلاحظوا في الإعادة. الإعادة يتضح أن الحكم كان على صواب في إعطاء ضربة جزاء لصالح فريق شباب العرائش. ضربة الجزاء التي نفذها بكل هدوء اللاعب الهداف أسامة الحارتي ويهدي بذلك التقدم لفريقه. ونشاهد فرحة اللاعب أسامة الحارتي بهذا الهدف. ونهاية الشوط الأول بتقدم فريق شباب العرائش بهدف 0. اللاعب المتألق عبد اللطيف الواتي يعود للميدان بعد إصابة في المقابلة قبل الأخيرة أمام فريق الكوكب الرياضي الفاسي. انطلاق الجولة الثانية بين فريق شباب العرائش والنادي الرياضي الأزرق، وكما غادي تشاهدوا السيطرة كلية لفريق الشباب. وقبل نهاية المقابلة هجمة مرصدة لفريق شباب العرائش وبعد خطأ لمدافع فريق النادي الرياضي الأزرق استغلوا اللاعب أسامة الحارتي وبطريقة اللاعبين الكبار تمكنوا تسجيل الهدف الثاني. وفرحة مستحقة للاعبي الفريق. وبهذه النتيجة يعود فريق شباب العرائش للصدارة رغم الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها الفريق في هذه السنة. وبعد إطلاق صفيرة النهاية فرحة مستحقة للاعبي والطاقم التقني لفريق شباب العرائش بهذا الفوز الثمين رغم الصعوبات المادية الكبيرة التي يعيشها الفريق هذا الموسم. رغم ذلك فرحة عارمة لفريق شباب العرائش. مبروك عليكم ثلاثة نقاط ان شاء الله. هذه الخطوة اول خطوة الصعود ان شاء الله في هذا العام. الانتصار في هذا النهار هذا تجعل الفريق تيحصل الصف الاول. اولا شكرا للموقع ديالكم اللي واكب كل صغيرة وكبيرة، شكرا جزيلا على التغطية. فعلا منبر اللي كنحترموه بزاف، منبر اللي كيواكب جميع المعطيات والاطوار ديال المباراه. فعلا حنايا كنا حماس والتحفيز باش نصعدوا هذا الموسم ان شاء الله بحول الله. وبهذه المناسبه كنشكر جميع اللاعبين الطاقم الاداري والتقني والاخوان في ارض المهجر والاخوان في المغرب. دونك اي واحد كيساهم مع الفريق بقليل او بكثير كنقول الله يرحم الوالدين. وكراس هاد الوليدات في ستاسيون الجميع انا كنهني جميع الساكنين. السلام عليكم، معنا سي سفيان لاعب شباب العرائش. مبروك الانتصار ديال هذا اليوم اللي ان شاء الله يكون اول خطوه نحو الصعود. بسم الله الرحمن الرحيم. تنشكر قناه الفجر على المواكبه ديال هذه المقابله. تنهني اول حاجه اللاعبين على الروح القتاليه اللي كانوا فيها اليوم. بالنسبه للمقابله تنقول لك ان هو ماتش ديال ماتش فخ. كنا عارفين بلي ماتش الفريق اللي تيحتل المرتبه الاخيره ايجي يلعب كره، داكشي اللي كان. بالنسبه للنتيجه تنهني تنشجع بها الجمهور ديال المدينه باش يواكب هذا الفريق هذا يساندو حيت الوضعيه اللي فيه الماديه صعيبه بزاف بزاف. تنشكر المكتب المسير على القتاليه ديالو بزيرو درهم، وشكرا بزاف سي نزار. وبالنسبه لتصدر المجموعه هذا كان من اول مباراه كان عندنا حافز اننا نصعدوا حنا الاولى وان شاء الله هذا الشيء اللي غيكون ان شاء الله. كان هذا الفوز هذا للجمهور العرائشي كامل الصغير والكبير.